بنرحب بالفنانه الجميله حوريه فرغلي اللي منورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم. منورانا النهارده في بوابه اخبار حوريه. يا ربنا يخليكي، ميرسي، كل سنه طيبه. ببارك لك النهارده على فيلم القشاش، وعايزين بقى نعرف حوريه بتقدم لنا ايه جديد النهارده في فيلم القشاش. بصي، بعمل راقصه موالد او غازيه، دور اول مره اعمله، دور صعب. الفيلم كله على بعضه صعب وكبير، وفي نجوم كتير، وفي اكشن وكوميدي، يعني فيلم دسم، وكلنا تعبنا فيه، من اصغر حد اشتغل في الفيلم لاكبر حد. فيا رب تعبنا ده كله ده يوصل للناس، وان شاء الله يعني يعجبهم الفيلم. اول ما السيناريو اتعرض عليكي، ايه اللي شدك ان انت تجسدي شخصيه الغازيه في الفيلم؟ بصي، هي قصه كلها على بعض، يعني هي مش بس دور، يعني قصه كلها على بعض تشد اي حد. يعني انا اول ما قريتها قلت لا، لازم اعملها، ولازم اعملها بطريقه مختلفه. فاشتغلت على نفسي، واشتغلت، عملت بروفات كتير مع استاذ اسماعيل فاروق المخرج، مع المؤلف. فالحمد لله وصلنا للشخصيه اللي انتوا هتشوفوها دي ان شاء الله. انت اول تعاون يجمعك بين محمد فراج. كلمينا بقى عن التعاون الجميل دوت، واهم المشاهد الحلوه اللي كانت ما بينكم. اولا بقول له الف مبروك، ويا رب يا رب يكون وشي حلو عليك وتبقى نجم كبير كده، بس ما تتشرطش لما تبقى نجم كبير. وعايزه اقول لك ان متعه الشغل مع محمد فراج، لانه فنان موهوب جدا وفنان هايل وله مستقبل كبير جدا. شرفني ان اول بطولات تكون معايا، ويا رب يكون وشي حلو عليه برضو زي ما بقول لك. فالمشاهد، كل المشاهد من اول مشهد لاخر مشهد كانوا كلهم حلوين، يعني ما فيش مشاهد معينه، المشاهد كلها تعبنا مع بعض واشتغلنا مع بعض وجرينا مع بعض وعيطنا مع بعض وحبينا مع بعض. فكل المشاهد حلوه بيني وبينه، وان شاء الله ده هيظهر. في صعوبات واجهتكم اثناء تصوير الفيلم؟ طبعا اكيد في الحظر، في ان احنا كنا بسبب الحظر كنا في مدينه الانتاج وقاعدين في الموفين بيك بالعشر ايام. طبعا كان في صعوبات بسبب الظروف السياسيه، بس احنا عداها وقدود. بنشكرك جدا يا حوريه معانا. شكرا، ثانك يو، كل سنه وانت طيبه.